كتاب الأذكار للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما يقوله عند الحجامة. روينا في كتاب ابن السني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عند الحجامة كانت منفعة حجامته. أعد معذرة. باب ما يقوله عند الحجامة. روينا في كتاب ابن السني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عند الحجامة كانت منفعة حجامته. أكمل. نعم، انتهى الباب يا شيخ. أيوة، لا أكمل القراءة أحسن الله عليك. باب ما يقوله إذا طنت أذنه. روينا في كتاب ابن السني عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني. باب ما يقوله إذا خدرت رجله. روينا في كتاب ابن السني عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنما نشط من عقال. وروينا فيه عن مجاهد قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: اذكر أحب الناس إليك. فقال محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب خدره. وروينا فيه عن إبراهيم بن المنذر الحزامي أحد شيوخ عن إبراهيم. أبشر، بارك الله فيك. وروينا فيه عن إبراهيم بن المنذر الحزامي أحد شيوخ البخاري الذين روى عنهم في صحيحه قال: كان أهل المدينة يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية الطويل، وتخدر في بعض الأحايين رجله، فإن لم يقل يا عتب لم يذهب الخدر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. لم يصح في الحجامة ذكر، ولم يصح عند طنين الأذن ذكر، ولم يصح عند خدر الرجل ذكر. والكتاب ابن السني هو اسمه عمل اليوم والليلة. طبعا ابن السني عنده كتب كثيرة، منها كتاب القناعة، الطب النبوي، عنده أيضا الطب النبوي مثل ابن القيم، وعند كتاب اسمه الصلاة المستقيم، وعند كتاب فضائل الأعمال. وابن السني هذا سبحان الله هو الذي اختصر سنن النساء الكبرى في كتاب السنن الصغرى المسمى المجتبى. وبعض الناس يقول لك لا، الراجح أن النساء نفسه هو الذي اختصره، لأن أمير الرملة في فلسطين طلب منه ذلك، لأن النساء لما أعطاه كتاب السنن الكبرى فطلب منه أن يختصره له. وابن السني هو أحمد بن محمد بن إسحاق رحمه الله، متوفى سنة 64 و300. وطبعا هو محدث ثقة سبحان الله، من يعد هو راوية النسائي، رجل رحلة، كثير الرحلة رحمه الله، راح العراق، راح مصر، راح الشام، راح الجزيرة إلى غير ذلك. وعنده كتاب اللي هو سبحان الله يعني الكتاب الذي كما يقولون يعني هو يعني أخذ يعني ويعني كما يقول نحى فيه نحو شيخه، لأن النساء رحمة الله عليه عنده كتاب اسمه أيضا عامل اليوم والليلة، غير السنن الكبرى وغير السنن الصغرى وغير فضائل علي إلى غير ذلك رحمة الله على الجميع، فنحى فيه نحو شيخه في ذلك، لكن جمع فيه ما هو ضعيف وما هو لا يصح وما هو صحيح، وهذه من جملة ما ذكرت في هذا الباب. تفضل أكمل أحسن الله لك. نعم.
باب جواز دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده. اعلم أن هذا الباب واسع جدا، وقد تظاهر على جوازه نصوص الكتاب والسنة وأفعال سلف الأمة وخلفها، وقد أخبر الله تعالى في مواضع كثيرة معلومة من القرآن عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بدعائهم على الكفار. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. وروينا في الصحيحين من طرق أنه صلى الله عليه وسلم دعا على الذين قتلوا القراء رضي الله عنهم وأدام الدعاء عليهم شهرا، يقول: اللهم العن رعلا وذكوان وعصية. رعلا بفتح الراء، بفتح الراء المهملة. جزاك الله خير شيخ. اللهم العن رعلا وذكوان وعصية. وروينا في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة أبي جهل وأصحابه من قريش حين وضعوا سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة، وذكر تمام السبعة وتمام الحديث. وعتبة بن ربيعة. جزاك الله خير شيخ. وعتبة بن ربيعة، وذكر تمام السبعة وتمام الحديث. وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وروينا في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. قلت: هذا الرجل هو بسر بضم الباء وبالسين المهملة، ابن راعي العير الأشجعي، صحابي، ففيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا إلى آخره. وذكر الحديث إلى أن قال: أرسل معه عمر رجالا أو رجلا إلى الكوفة يسأل عنه، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان بعد ذلك يقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. وروينا في صحيحيهما عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد رضي الله عنهما خاصمته أروى بنت أوس وقيل أويس إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد رضي الله عنه: أنا كنت آخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:
ما سمعت من رسول الله قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. باب التبري من أهل البدع. وهذا كله أيها الكرام الفضلاء يبين جواز الدعاء على الظالم، يبين جواز الدعاء على الظالم. قال الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له ربنا عز وجل أن يدعو على من ظلمه. ولذلك جاء الاستثناء المتصل: إلا من ظلم. ولذلك أيها الكرام الفضلاء، هذا الباب باب عظيم. بعض الفضلاء يسأل يقول: ما هي الكتب التي نقرأها في الدرس؟ نحن نقرأ أول كتاب قرأناه صحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا الشيخ الوادعي رحمه الله، ثم ثنينا بالملخص الفقهي شيخنا الشيخ الفوزان، ثم نحن الآن مع كتاب الأذكار للحافظ النووي رحمه الله. ورابع الكتب القادم إن شاء الله عز وجل هو الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لابن قيم الجوزية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتب الله أجرك شيخنا وإياك حبيبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وقوله: وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو. بالصدقة. وأمركم بالصدقة. وقوله غفر الله شيخ. وقوله: وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو، فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده ودليله وقوعه، فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم. عند الناس خاصتهم وعامتهم، بدل هذا. عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم قد جربوه. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وكما أنها لذلك ونحن في هذه الجائحة من الكوفيد 19 كورونا بانديميك، يعني علينا أن نأخذ بهذه السنن الجميلة أيها الكرام الفضلاء: ليس الجود أن تجود وما لديك كثير، ولكن الجود أن تجود وما لديك قليل. وكما نقل القرطبي وغيره من أهل التفسير في قول ربنا تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، وقول: وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجو فقل لهم قولا ميسورا. قال: إن لم يكن ورق أجود بها للسائلين فإني ناعم العود، ليعدم الناس الخير مني إما نوال وإما حسن مردود.
ويجوز أيها الكرام الفضلاء للإنسان أن يخرج زكاته مقدما سنة أو سنتين كما في قصة العباس عليه ومثلها كما في الصحيح. ولذلك أيضا كان السلف يتعاهدون ويخرجون زكوات في شعبان، والناس الآن في شدة الحاجة، فبعض الناس إما أن يخرجها في رمضان. فيا أخي الآن الناس في شدة الحاجة إلى ذلك، وهي أيضا من أسباب دفع النقم ومن أسباب إطفاء غضب الرب تبارك وتعالى. نعم. وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، فهي تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفئ الماء النار. وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ونحن أيها الكرام الفضلاء في أشد الحاجة إلى هذه الثلاثة المباركة، والحمد لله والناس في بيوتهم على خير إن شاء الله عز وجل. ونحن في شعبان، من حديث أسامة بن زيد عند أحمد والنسائي: إني أراك تكثر الصوم في شعبان، قال: ذاك الشهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فما أحرانا لذلك أيها الكرام الفضلاء. والأمر الثاني لما قال الصوم جنة، جنة يعني وقاية، جنة بمعنى وقاية، ومنها المجن. وقال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ولذلك الخطيئة هنا الألف واللام تفيد الاستغراق وتفيد العموم، كل الخطايا صغيرها وكبيرها، وما نزل على الأمة من بلاء إلا بذنب، ولا نبرئ أنفسنا في ذلك أيها المباركون، ما يرفع إلا بتوبة أيها الفضلاء. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل، جوف الليل الآخر، قيام الليل، من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. قال المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب في المجلد الأول في كتاب الصلاة النافلة، قال: وجزء الملك والنبأ يعدل ألف آية والله أعلم. قلت: إنما هو 95 و900، يعني بقي 5 آيات ليكمل الألف، ممكن تأخذها من أي سورة أو أن تعيد السورة مرتين ويجوز ذلك. فأين نحن من هذا يا أخوان؟ أما الذي 1000 آية وزيادة هو الجزء 27، جزء الزاريات، والجزء 30 جزء النبأ. هذه كلها أوقات جميلة موجودة أيها الكرام الفضلاء، ونحن في أشد الحاجة إليها. أليس منا من هو مجاب دعوة عند الله عز وجل: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. نريد أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا في هذه الأمور، وأن نجعل لنا دعاء ولغيظا. وتذكروا أن الصائم له دعوة مستجابة، وأن في جوف الليل أيضا ينزل ربنا، من حديث ابن مسعود وغيره: حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وكلنا ذلك الرجل أيها الكرام الفضلاء. فما ينبغي للإنسان أنه يذهل عن هذه الأمور العظيمة العجيبة. نعم. وفي بعض الآثار: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية. فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عز وجل. تأمل أحسن الله إليك ابن دقيق العيد، يقول كلاما عجيبا وجميلا في كتابي
في كتاب إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، يقول كلام جميل، يقول واستحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع البلاء المحذور. أعيد، يقول استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع البلاء المحذور. هذا الذي ينبغي أن يكون بأقل القليل، تتفقد الفقراء الذين هم في حارتك وفي شارعك، وتبدأ بالقرابة وصلة الأرحام إلى غير ذلك، شيء قليل أخي الحبيب. يعني ما يعني أنت لا تعلم يعني إن هذا سبق درهم 100,000 درهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيخ الإسلام بن تيمية يقول كلام جميل في مجموع الفتاوى، يقول الدعاء سبب يدفع البلاء، فإذا كان أقوى منه دفعه، يعني إذا كان الدعاء أقوى من البلاء دفعهم، وإذا كان السبب البلاء أقوى لم يدفعه لكن يخففه ويضعفه. يا الله الكلام الجميل هذا. ولذلك يا أخواني النبي لما حصلت الكسوف ماذا أمر الناس؟ أمرهم بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة. إذن إذا كان الدعاء أقوى يدفع إن شاء الله البلاء، فإذا كان البلاء أقوى فإن الدعاء يخففه ويضعفه. ولذلك يقول أنس بن مالك رحمه الله كلام جميل جدا، وهذا عند البيهقي، يقول باكر بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. أنا أحكي لكم الآن قصة جاءت في ترجمة أحد السلف رحمهم الله عند الذهبي، وهو منصور بن عمار، يقول لما قدمت مصر كانوا في قحط. اسمع يا حبيبي، يقول قدمت مصر كانوا في قحط، فلما صلوا الجمعة ضجوا بالبكاء والدعاء، فحضرتني نية فصرت إلى الصحن وقلت يا سبحان الله. يقول أول ما شفتم كده يعني لما صلينا الجمعة وضجوا بالبكاء والدعاء من هذا القحط أن الله يرفع عنهم، قال فحضرتني كده نية في نفسي، فقمت إلى صحن المسجد وقلت يا قوم تقربوا إلى الله بالصدقة فما تقرب بمثلها، ثم رميت بكسائي. يعني بدأ هو سبحان الله، يا أيها المعلم غيره، أما كان لك ذا التعليم إذا يعني. ولذلك قال ابدأ بنفسك فانهى عن غيه فإن انتهت فأنت حكيم، ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إن فعلت عظيمه. قال أنا بدأت بنفسي، شلت الكساء اللي علي وقمت رميته وقلت هذا جهدي فتصدقوا، حتى جعلت المرأة تلقي أخراصها حتى فاض الكساء، امتلى الكساء، هذا تجيب خرصانها وهذا تجيب ريال وهذا يجيب كذا. قال ثم سبحان الله ما تفرقنا من مكاننا حتى هطلت السماء وخرجوا في الطين. سبحان الله، يعني شوف انظر الصدقة ماذا تفعل. أهم شيء يكون عندنا نية صادقة وعندنا لجأ إلى الله تبارك وتعالى. مين حضر هالموضوع سبحان الله؟ كان ابن لهيعة والليث بن سعد الفهم المصري سبحان الله. فنظروا إلى المال ما أكثره، مال كثير جمع، شوف النية الصالحة كيف تكون سبحان الله. ولذلك الأمور بمقاصدها والنوايا عظيمة إذا استحضرت في الأعمال. فقاموا سبحان الله يقول أوكلوا به إلى الثقات من الناس، وقال أنا رحت منطقة اسمها الإسكندرية، فبينما أنا أطوف على حصنها إذا رجل يرمقني قلت مالك؟ قال أنت المتكلم يوم الجمعة؟ قلت نعم. قال صارت فتنة من كلامه، قالوا إنك الخضر، دعا فأجيب. سبحان الله، شوف يا أخي سبحان الله، شوف كيف الناس بسطتهم. الخبر وصل من القاهرة إلى الإسكندرية، فرجل من حراس الحصن قال له أنت سويت فتنة؟ قال له كيف؟ قال للناس قالوا الخضر كان هنا، دعا فأجيب ونزل المطر. فقال بل أنا العبد الخاطئ. لما قدمت إلى مصر أقطعني الليث أداله 15 فدان، تعرفون الفدان يا أخواني 4000 متر، 4000 متر الفدان أعطاني، قال سبحان الله يعني 15 فدانا سبحان الله، وأعطاه جارية قيمتها 300 دينار
سبحان الله، وجارية 1300 دينار، سبحان الله، وقصص كثيرة في هذا الباب العجيب الغريب من مسألة الصدقة. نعم تفضل. وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية، فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله عز وجل، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وكأنه حثهن ذلك يا أحبابي. لذلك نريد أن نعلم هذا الأمر عند النساء، لأن المرأة من عاداتها تحب أن تكنز المال، فلابد أن نكون قدوات لأولادنا ولنسائنا أن يروك أنك أنت تتصدق، وأنت تقول يلا تصدق، إحنا الآن في وباء وفي بلاء وفي ضراء، وإن الصدقة تطفي غضب الرب وتقي مصارع السوء، فتدلها على هذه الأمور والأخلاق العظيمة، فتكون قدوة لمن وراءك، كما فعل ذلك الرجل من أهل السلف الذي ذكرت لكم قصته آنفا. نعم. وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وفي رواية تقرأ بالتاء المثنى الفوقانية لغتان: ترجمان وترجمان، ترجمان وترجمان، كلاهما صحيحة، كلاهما صحيحة. نعم. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه منه، يعني جهة الشمال. ولذلك هذا فيه إثبات الكلام لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله: يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل لما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرع لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. كان بهذه الكلمات الإمام السهيلي رحمه الله الأندلسي يقولون كان يلظ بهذه الكلمات فيستجاب له الدعاء. سبحان الله، يعني كلمات طيبة وكلمات جميلة، مناجاة منه لربنا تبارك وتعالى. والسهيلي كان ضريرا، سبحان الله، الإمام السهيلي كان ضرير صاحب روض الأنف رحمه الله رحمة واسعة، وهو يعني رجل عجيب وغريب من منطقة اسمها ملقا، هذه الآن موجودة في أسبانيا، رحمه الله رحمة واسعة. نعم نعم تفضل. فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي حديث أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع هذا الإيمان هذا المقدم أيها الكرام الفضلاء. ولذلك الأولويات لها الأوليات، القاعدة تقول الأولويات لها الأوليات، والأولية لها حكم الأولوية، فهنا الأولى الإيمان بالله أولا. إنما يتقبل الله من المتقين، لا يقبل من كافر، عافانا الله وإياكم. نعم. قال الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ مما خولك الله، أو ترضخ مما رزقك الله. يعني ما معنى ترضخ؟ يعني تطلع تنفق يعني. وهذا فيه دلالة على قاعدة عقيدة أهل السنة والجماعة
أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. نعم. قلت يا نبي الله فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال قلت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال فليعن الأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال فليعن مظلوما. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس؟ قلت يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة؟ قال ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة. ذكره البيهقي في كتابه شعب الإيمان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. ولذلك يا إخواني في كتاب رسالة ماجستير 900 صفحة وزيادة تتكلم على مفاضلة الأعمال، هذا هي قول الأعمال تتباهى، يتكلم فيها عن مفاضلة الأعمال. سبحان الله. نعم الأعمال تتفاضل وليست سواء. سبحان الله العظيم. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى جنتان يعني اللي هي المغفر التي يجن بها اللي تضع رأس الخوذة يعني. نعم. أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. قلصت وأخذت كل حلقة مكانها. حسبك وصلى الله على نبي محمد. نعم أكمل. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتسع. ولذلك أذكر قصة حدثت في إحدى البلاد لما جاء رجل يدعو لأحد الأغنياء أن يكثر الله ماله. قال يا هذا بل ادعو أن يطلق الله وكيلي. يعني إيش مثل هالحديث هذا أن البخيل المتصدق اللي عليه جبتان من حديد سبحان الله يد الحد الثدي دلالة على إيش؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق دلالة على البخل. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أي داء أدوى من البخل، أي داء أدوى من البخل. سبحان الله ما في داء أدوى من البخل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذه الباب لما هم أتوا إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث في البخاري في الأدب المفرد عند البخاري عن جابر قال من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد بن قيس على أن نبخله، لكن بخيل اسمه جد بضم المعجمة والمهملة. قال وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. سبحان الله شوف كيف يعني حتى البخيل ما حد يرضى أبدا. ولذلك سبحان الله يقول لك يعني بعض أهل العلم يقولون يعني لو أتى إنسان سبحان الله يتقدم لموليتك ويكون بخيلا فلك أن ترده، نسأل الله السلامة
والعافية، لك أن ترده، وللمرأة أن تفسخ الخطبة، لأن هذا من الصفات المعيبة، من الصفات المعيبة. ولذلك يقول سبحان الله أحد السلف يقول: جلست مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والناس متوافرون، يعني الناس مليانين، فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا. الإنسان الصالح يا إخوان ما يكون بخيل. ولذلك بشر بن الحاف يقول كلام جميل، يقول: لا تزوج البخيل ولا تعامله، لا تزوج البخيل ولا تعامله. ولذلك سبحان الله أبو عمر يوسف بن عبد البر المتوفى سنة 63 و400، صاحب جامع بيان العلم وفضله، لما ترجم لأبي الأسود الدؤلي أو الدؤلي في واضع علم النحو، قال: كان ذا عقل ودين ولسان وبيان وفهم وذكاء وحزم، إلا أنه كان بخيلا وهو داء يقدح في المروءة. الله أكبر، شوف كيف، نعوذ بالله من البلاء. الله يجعلنا وإياكم من أهل البذل والعطاء. تفضل. وروى البخاري هذا الحديث في كتاب الزكاة عن أبي هريرة أيضا، ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. حسبك. وروى عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان، ممنوعا عن البر والخير، كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر، ممنوع من الانشراح، ضيق العطن، ضيق النفس، قليل الفرح، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب، فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه البخل، فيبقى قلبه في سجنه كما هو. والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح له قلبه وانفسح بها صدره، فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها، لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة: ربي قني شح نفسي. فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت. أمين. هذا الصحابة الأجلاء يخافون من الشح، لأن الله يقول: ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون، يتأولون القرآن في الدعاء. نعم، أكمل. والفرق بين الشح والبخل أن الشح
هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله. فالبخل ثمرة الشح، والشح يدعو إلى البخل، والشح كامن في النفس، فمن بخل فقد أطاع شحه، ومن لم يبخل فقد عصى شحه، ووقي شره، وذلك هو المفلح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والسخي حسبك. ولذلك أهل العلم يا أخواني في البخل والشح يقولون هل هما مترادفان أم لكل واحد منهما معنى غير الآخر. فبعض الناس وضح طبعا في بينهم خلاف، ولذلك ابن عمر قال ليس الشحيح أن يمنع الرجل ماله ولكنه البخل، وإنه لشر، لكن الشح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس عنده. شوف الكلام الجميل، يعني البخيل بخيل بماله، أما الشحيح والعياذ بالله هو يبغى يمنع الناس الخير ويأخذ اللي عندهم ويأخذ الذي عندهم. ولذلك يقولون البخل الامتناع من إخراج ما حصل عندك، والشح الحرص على تحصيل ما ليس عندك، ويقولون البخل منع الواجب والشح منع المستحب. ولذلك هي كلها ظلمات بعضها فوق بعض. والموفق السعيد أيها الكرام الفضلاء هو الذي يوقى ذلك. لذلك النبي عند مسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. انظر إلى كيف تأتي الأمور. وهو القائل صلى الله عليه وسلم أيضا عند أهل السنن لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم أبدا، ولا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم أيضا. انظر الكلام الجميل. ثم بعد ذلك ما ذكره هنا ابن القيم رحمه الله في الفرق بين البخل والشح، هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده، وعن الله على ذكري، فإن كان خيرا صابا ذاك حسبي، وإن كان دون ذلك من الشيطان من نفسه والله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه براء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والضراء. اللهم إنا نعوذ من شرور أنفسنا ونعوذ بك بكل ذي شر أنت أخذ بناصيتي، إن ربي على مستقيم. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هناك سؤال أحد الفضلاء يسأل يقول لو وجدت النجاسة وفي الثوب، ولكن إذا نزعت الثوب انكشفت العورة، نقول هنا تخرج من الصلاة، تخرج من الصلاة أيها الكريم الفاضل وتزيل هذه النجاسة. لماذا؟ لأن هنا النجاسة هنا إزالتها شرط في الصلاة، هنا أن تدخل في الصلاة، النجاسة ضرر، والقاعدة تقول الضرر يزال. هل الشفاف من الملابس يبطل الصلاة؟ أي نعم، ستر العورة، هذا تكلمنا في المجلس الماضي عن ستر العورة. نعم، الملابس الشفافة التي تشف ما وراءها، إذن هي لم تستر العورة، هنا لم تستر العورة، وعليه فالصلاة لا تصح. ولذلك نحذر من الذين يلبسون هذه السراويلات، الذي إذا ركع أو سجد بانت عورته. وأيضا السراويلات المقطعة التي يكون تقطيعها فوق الركبة، يعني جهة الفخذ، نسأل الله، ويقول لك هذه موضة، أي موضة هذه؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولقد كان يزرى على من يلبس ملابس مقطعة، عافنا الله وإياكم. فلذلك هذا أيضا من الأشياء التي يتساهل الناس فيها، وهي تبطل لهم صلاتهم على الصواب والصحيح من أقوال أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخ.
الله يجزاك خير. جزاك الله خير يا شيخ براء، وكتب الله أجرك، ولا تنسى ترسل لي فضيلتك التسجيل عشان نقوم بإنزالي على القناة. الله يرضى على وجهك الكريم. جزاك الله خير شيخنا. جزاك الله خير شيخنا، حفظك الله وجعل في حسناتك. جزاك الله خير يا شيخ. هلا وغلا يا حبايبي، يا مرحبا. جزاك الله خير يا شيخنا، بارك الله فيك. يا مرحب يا مرحب. وأيضا الشكر موصول بعد الله عز وجل لكم وللأستاذ براء وأبو جواد اللي يذكر دائما، وكل الإخوان، يعني حتى لا نذكر أحدا فننسى الآخر، كلكم العين وجلدتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. جزاك الله خير الشيخ الفاضل. جزاك الله خير الشيخ، ربنا يبارك فيكم. جزاك الله خير الشيخ.